السلام عليكم. بعد كمية الأسئلة الكتيرة جدا اللي جات لي بسبب الحلقة دي، فأنا قررت إن أعمل الحلقة دي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا، وحاجة كتير قوي اتسألت عليها، كتير جدا اتسألت على الحاجة دي، وإزاي نقدر نعمل ملخصات ونجيب أهداف لمباريات كرة القدم وننشرها على اليوتيوب. لكن قبل ما نخش بقى في موضوع الحلقة، لأنها هتبقى حلقة إن شاء الله بسيطة والناس كلها هتفهمها، لأن شرحت الموضوع قبل كده والناس حاولت، والناس في ناس يعني مفهمتش، لكن هنشرحها النهارده بالتفصيل الممل، وهنتكلم على اللابتوب وهنشوف الحوار كله. ولكن قبل الكلام ده كله لازم نتكلم في حاجه معينه، موضوع حقوق الطبع والنشر. لا، لازم نقف هنا بقى ونتكلم عن الموضوع ده. الموضوع ده يا جدعان لحد دلوقتي ناس كتير عارفه ازاي تقدر تتخطى حقوق الطبع والنشر في المباريات وفي الرخصات والاهداف والكلام ده كله، لكن الكلام ده لسه ما عرفتوش بشكل تفصيلي. حاليا بعرف، تمام؟ ففي حلقه تانية باذن الله، لو لقيت على الحلقه دي دعم ولقيت في لايكس ولقيت في الدنيا يعني الناس عاجبها الموضوع، فانا الحلقه بتاعت حقوق الطبع والنشر الصحيحه الحصريه باذن الله هتنزل، بس لو لقيت في دعم. دي اول حاجه. وطبعا الموضوع مش غصب خالص، ولا اني يعني بقول لك كده عشان تعمل شير وتعمل لايك وكده، لا والله الموضوع بس كله عشان يعني شويه تقدير لموضوع يعني التعب اللي بيحصل في الفيديوهات وكده، فكان ممكن انزلها على طول، ولكن اتمنى بس يكون في شويه دعم. ان شاء الله كده كده هتنزل يعني. والحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها برضو الربح من كره القدم، ازاي تكسب فلوس من كره القدم عموما، تمام؟ على الانترنت ازاي تقدر تكسب فلوس، ازاي تقدر تعمل برنامج على يوتيوب وتبدا ربح من مباراه كره القدم تبقى زي صباح كوره مثلا، ازاي تقدر تعمل الكلام ده كله. ممكن نعمل لها حلقه خاصه بيها، بس معلش تعمل خطوه واحده بس، تعمل هاشتاج مستر بومتك في الكومنت، يعني ابدا اي كومنت بس تحت كده اعمل هاشتاج مستر بومتك بس، مش محتاج اكتر من كده. وخلينا على طول نبدا في الكلام بتاعنا. اول حاجه هتعملها انك هتخش على اي موقع من المواقع اللي بتجيب من عليها المباريات في البث المباشر. هفهمك الموضوع، هتقول طب ازاي هجيب الاهداف وازاي هنجيب الملخصات. انا فاهمك الموضوع. لما بتجيب اي مباراه بث مباشر بيكون البث متاخر كتير، تمام؟ متاخر دقيقه او دقيقتين، ممكن يوصل لخمس دقائق تاخير. ده ليه؟ ده ليه؟ لان في خاصيه اسمها الديلي. خاصيه الديلي دي بتخلي البث ما فيهوش تقطيع، طول ما البث متأخر عن البث التلفزيوني الحقيقي بيبقى ماشي، بيفضل ماشي عشان بيبقى واخد من البث التلفزيوني متأخر، تمام؟ فده بيساعد على انه بيفضل ماشي من غير تقطيع. ده عند الشخص نفسه اللي بيبث بس. حلو. المهم عند الشخص نفسه اللي بيناشر الموضوع يعني، فده بيخلي يعني الاداء بيبقى اسرع، وبيخلي المباراه ما تقطعش مع الناس اللي بتتفرج، تمام؟ ده ملوش علاقه بسرعه النت بتاعت الناس اللي بتتفرج، لا ده له علاقه بالشخص اللي ناشر البث المباشر. يبقى كده احنا فهمنا يعني ايه خاصيه الديلي اللي بتخلي البث متاخر عن البث التلفزيوني. الخاصيه دي بقى احنا هنستخدمها في حاجات مهمه جدا. اول حاجه ان انت ازاي تخش بقى على البث ده وتقوم واخد الهجمات المهمه اللي هتعملها كملخص. مثلا ليفربول بتلاعب فريق زي ارسنال، عايز تجيب ملخص لمسات محمد صلاح الكوره، فانت هتجيب كل لمسه لمحمد صلاح، هتتفرج على مباراه على التلفزيون ومعاك اللابتوب بتاعك او معاك الكمبيوتر، وهتبدا تصور ببند كام، هتبدا الافضل بند كام بصراحه، ابدا صور ببند كام هيبقى افضل لك. هتلاقي برده رابط تحميل بند كام اسفل الفيديو، افضل برنامج ممكن تصور بيه لانه بيجيب لك تحديد للشاشه وكده، في اكتر من برنامج بس بند كام هو الافضل يعني. المهم اول ما تلاقي محمد صلاح مثلا يعني محمد صلاح معاك كوره، او لو عايز تعمل ملخص كامل يعني، المهم خلينا في محمد صلاح دلوقتي. تلاقي محمد صلاح لمس الكوره، فتبدا تصوير في الدقيقه اللي هتبقى مكتوبه. هتلاقي مثلا محمد صلاح لمس الكوره على التلفزيون في الدقيقه 52، هتلاقي عندك في اللابتوب او في الكمبيوتر في البث اللي انت بتتفرج عليه هتلاقي مثلا الدقيقه 49 او الدقيقه 50، فهتبدا لحد ما تيجي الدقيقه 52 هتقوم مصور الشاشه او تبدا تصوير الشاشه. هو ده اللي بيعملوه يا جدعان، مفيش اي حاجه بتعمل اكتر من كده. هو ده اللي بيتعمل في اي حد بيبدا تصوير ملخصات، تمام؟ هو ده اللي بيحصل، بسيطه جدا. جي جون مثلا لو انت عايز تنزل اهداف، جي جون هنا يبقى في الدقيقه 55 مثلا، هتلاقي عندك الدقيقه 52 او 53، هتبدا اول ما تيجي الدقيقه 55 هتبدا تصور وتشوف الجون جه ازاي وتبدا تصور الجون بكل بساطه ومفيش اي مشكله. هنبدا نشوف دلوقتي الموضوع عملي، وتعال نشوف الموضوع. طبعا يعني خلينا نكمل على طول، بس اول حاجه هعتذر على الصوت اللي انتم شايفينه ده، لان انا بصور حاليا بمايك اللابتوب بسبب ان المايك التاني مش راضي يشتغل على اللابتوب، بسبب برضو تقريبا السبب يعني في مدخل اللابتوب نفسه، فهنشوف الموضوع ده بعدين، ولكن الحاجه دي لازم تتصور. في حاجه بقى ما اتكلمتش عليها في بدايه الفيديو في المقدمه، ما اتكلمتش عن الناس اللي ما عندهاش وصله، الناس اللي ما عندهاش وصله، الناس اللي ما عندهاش بي ان سبورت، والناس اللي ما عندهاش قنوات كوره تقدر تتفرج عليها وتقدر تشوف الاهداف والدقائق وكده، وعشان تعرف تصور وتعرف الاهداف جت امتى. طيب الناس دي حلها عندي، وحلها بسيط جدا. تطبيق سيبهولك اسفل الفيديو. التطبيق ده كل اللي بيعمله انك بتعمل لايك او بتعمل تحديد او نجمه على المباراه اللي انت عايزها، اي مباراه تتفرج عليها هتلاقي كل مباريات العالم موجوده على التطبيق ده، هيقول لك المباراه دي جاء اهداف امتى، وبيوريك الهدف وبيوريك كل حاجه. انت كل اللي انت محتاجه انك تتعلم على المباراه اللي انت عايزها، مثلا ليفربول وارسنال بيلعبوا دلوقتي، هتعلم على المباراه دي، وهيجي لك اشعار كل ما يجي جون، وهيجي لك كمان بالدقيقه، فانت هتشوف الدقيقه بتاعته
وهتشوف الدنيا دي كلها عندك. وحتى انت بتعمل لايك للمباراه اللي انت عايزها، حتى لو المباراه دي جايه في بشكل مستقبلي، يعني في المستقبل هتيجي المباراه دي، فهيجي لك اشعار اول المباراه دي تبدا عشان لو نسيت. فتطبيق مفيد جدا، هسيب لك لسه الفيديو برده، تقدر تحمل التطبيق ده وهيفيدك جدا حتى لو ما عندكش وصله، فمفيش اي عائق قدامك انك تبدا تنشر اهداف غير موضوع الحقوق طبعا النشر. ان شاء الله هشرحه ومش هيبقى عندك اي مشكله. ده الفيديو طبعا انا كنت بتكلم عليه لما شرحته، جاب 20,000 مشاهده والناس كتير عجبتها الفيديو ده، وناس كتير نفعت معاهم الطريقه بدون حقوق ملكيه، وكانت نفعت فعلا، ولكن مش دايما هتنفع ومش دايما هتشتغل. فجربها وان شاء الله ممكن تشتغل معاك وممكن ما تشتغلش. اسف على الكلام ده، وخلينا على طول نبدا في الحلقه بتاعت النهارده. فعلى طول هنشوف هنا، هتلاقي موقع يلا شوت ده افضل موقع ممكن تجيب عليه مباريات، تقدر تجيب عليه المباريات اللي انت عايزها وتصورها شاشه كامله او تصورها زي ما انت عايز. فانا مثلا هجيب باندي كام من هنا، فهنجيب باندي كام. طبعا في اعلانات كتيره جدا في الموقع ده للاسف، ولكن مش مشكله. هنا بيقول لك بكره مفيش اي مباريات هامه، مباريات الامس زي ما انت شايف هيجيب لك مباريات الامس كلها، وحتى لو عايز تجيب الاهداف بتاعتك اي ماتش، يعني انت ممكن تجيب اي هدف لاي مباراه. فحاجات جميله جدا الصراحه في الموقع ده، هستفيد منه. ده موقع ده طبعا برنامج باندي كام زي ما انت شايف، ده الموضوع اللي انا قلت عليه تحديد الشاشه، عشان لو شاشه المباراه صغيره زي ما انت شايف كده ممكن تحددها بالشكل ده. تمام، زي اغلب المواقع بتاعت البث المباشر بيبقى شاشتها صغيره زي ما انت شايف كده، انت ممكن تحدد زي ما انت عايز الشاشه اللي انت عايزها. خلينا مثلا نخش على اي مباراه من المباريات، زي مثلا مباراه انتر ميلان وتورينو. خلينا نخش كده، هتلاقي بيقول لك انا عايز اشوف الاهداف كلها اتش دي، ممكن تشوفها من هنا. فانت كل اللي بتعمله لو انت مثلا عايز، اعتبر ان ده مثلا البث المباشر، طبعا عايزين نوقف الموضوع ده. تمام، اعتبر ان ده مثلا ده البث المباشر زي ما انت شايف هو قدامك كده، ده البث المباشر. كل اللي هتعمله انك هتحدد بس دي كده بالشكل ده، او ممكن تحددها على اساس البث بالظبط اللي هو هنا مثلا لو هو كده. تمام، وتبدا تسجيل، وبيتم معاك التسجيل بالصوت وبالصوره، وبتبقى حاجه جميله جدا جدا جدا. بس خد بالك من اعدادات البرنامج، مش لازم اقولها كلها، ولكن يعني هتبقى بسيطه معاك، يعني انت هوبي يعني بتبقى واضحه قدامك، يعني انك تحدد الصوت والصوره وانك عايز تصور ايه بالظبط. تمام، فزي ما انت شايف تقدر تبدا تصور كده بتبقى بسيطه جدا يعني، وتوقف كده مثلا لو مثلا زي ما قلنا محمد صلاح لو الكره اتشالت من رجله، فتبدا توقف. بعد كده لما تيجي تاني على رجل محمد صلاح تبدا تشغلها مره تانيه. فبسيطه جدا يعني يا جدعان، اتمنى بس يكون الموضوع بسيط والناس فاهمه الموضوع. طب ايه بقى الموقع ده؟ الموقع ده عليه كل حاجه يا جدعان، عليه كل حاجه زي ما انا بقول لك كده، عليه كل المباريات اللي انت عايزها، عليه حتى دبليو دبليو اي، عليه مصارعه، عليه يو اف سي، عليه بوكس، عليه الايس هوكي، عليه باسكت بول والفوتبول، وعليه كل المباريات اللي انت عايزها، على حتى قناه تشيلسي، قناه مانشستر يونايتد، قناه اي قناه انت عايزها، واي حاجه انت عايزها تطلع على الموقع ده. اسمه اي فيرست رو يو اس، ده موقع بيبقى عليه كل حاجه. تمام، بس باللغه الاجنبيه، مش هتلاقي بي ان سبورت هنا، لا هتلاقي مواقع باللغه الاجنبيه. يعني مثلا ليفربول بتلعب هتلاقيها على ليفربول تي في، هتلاقي مباريات ليفربول، هتلاقي تشيلسي بتلعب هتلاقيها على تشيلسي تي في، هتلاقي على سكاي سبورت، دي زي بي ان سبورت كده عندنا بس بالاجنبي. هتخش على فوتبول دي، بس تقريبا دي الامريكان فوتبول، لا مش دي اللي احنا عايزينها، احنا عايزين فوتبول العاديه. تمام، دي كانت اول حاجه اصلا فوتبول زي ما انت شايف، يعني اول حاجه تلاقي عندك هي قسم الفوتبول. هتنزل كده زي ما انت شايف هتلاقي كل المباريات اللي ممكن تتخيلها في اليوم اللي انت فيه، كل المباريات اللي انت ممكن تتخيلها، اي مباراه تتخيلها هتلاقيها. تمام، مفيش مباراه مش هتلاقيها زي ما بقول لك كده، حتى المباريات الفرق مش معروفه، فرق معروفه هتلاقي كل المباريات اللي انت تتخيلها، وبث مباشر وزي ما انت شايف لايف ستريم، والدنيا تمام جدا في الموقع ده. فزي ما قلت لك انت بتخش على الموقع وبتبدا تسجل زي ما احنا قلنا ازاي ممكن تسجل في الموقع ده، وبنفس الطريقه بتسجل، والافضل تكون عامل الاد بلوكر، لان المواقع دي كلها فيها اعلانات كتيره جدا جدا جدا. تمام، فكده عرفتك ازاي تصور، وعرفتك الطريقه، وعرفتك الطريقه بالتفصيل الممل، وعرفتك كده مفيش اي مشاكل خالص. كل اللي بتعمله انك بتخش على المواقع وبتصور بالطريقه دي، وبتشوف التلفزيون او بتشوف البرنامج اللي انا قلت لك عليه. بس اما في حدود بقى البرنامج اللي انا قلت لك عليه، للاسف مش هيقول لك ان مين لمس الكوره وكده. في اللمسات بقى انت هتضطر انك تتوقع اللمسه جايه لمين وكده، لو مش عندك تلفزيون عليه بي ان سبورت او على اي حاجه يعني تجيب كره قدم يعني. وفي الاخر بدعوك دايما انك تشترك في قناه مستر بوندك، هتلاقي على حاجات كتيره جدا وحاجات جميله جدا شرحت قبل كده، حاجات كتيره جدا هتفيدك باذن الله. فلو اول مره تشوف حلقات مستر بوندك، اعمل لايك الفيديو ده وسبسكرايب للقناه، ولو عجبك الحلقه دي وعايز ناس تانيه تستفيد طبعا تعمل شير للفيديو، عشان برضو نوصل لدعم كويس واقدر انزل حلقه بتاعه تخطي حقوق طبعا النشر، مش نفس الطريقه دي، لا ان شاء الله تبقى بطريقه تانيه افضل بكتير، وطريقه ان شاء الله تبقى حصريه على قناه مستر بونتك.
بس كده، دي كانت حلقة النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، وبعتذر على إن أنا لسه ما حلقتش، ودي في سيبك منها. المهم تاني حاجة، بعتذر على موضوع إن أنا ما نزلتش أو ما قلتش موضوع إزاي نقدر نهرب من الحوض طبعا والنشر بالطريقة الصحيحة اللي أنا المفروض أشرحها، ولكن أنا قلت إن أنا هشرحه في حلقة تانية بإذن الله، كده كده هتنزل، ولكن يا ريت أشوف دعم على الحلقة دي. وهنقول مرة تانية، لو عايزين طريقة الربح من كرة القدم على اليوتيوب أو على الإنترنت عموما، حلقة كاملة عن الموضوع ده، اعمل لايك للفيديو ده، وأسفل الفيديو اعمل كومنت هاشتاج مستر بومتك. شكرا عشان شفت الفيديو، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.